وبلغ رسوله النبي في الأمين ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من أنزل القرآن وعلمه الإنسان يا ربنا علمنا القرآن وأشهدنا به يا رب علمنا القرآن وأشهدنا به ربنا علمنا القرآن وأشهدنا به واغفر لنا به ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ومسلمينا والمجرمين والمسلمين أجمعين. اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا واجعل فقهه وفهمه في أفئدتنا واجعل العمل به على جوارحنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والقرآن واجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. افتح لنا باب رحمتك اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم افتح لنا باب رحمتك. اللهم إنا سمعنا ذكرك والتذكير بآياتك يا رب العالمين فاجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسألك الشفاء من كل مرض يا رب العالمين. اللهم اشف إخواننا المرضى رجالا كانوا أو نساء صغارا كانوا أو كبارا. اللهم اشف الأمراض اللهم اشفنا من الأمراض كلها باطنها وظاهرها باطنها وظاهرها يا رب العالمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا في أبداننا واشفنا يا رب العالمين في قلوبنا. اللهم اشفنا من قلوبنا وفي صدورنا يا رب العالمين برحمتك أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واصلح لنا في ذرياتنا. بارك اللهم في هذا المجمع في هذا المسجد وفي أهل هذه البلدة ومن حولها يا رب العالمين من قرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. افتح عليهم بركات السماء وبركات الأرض. اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن هذا البلد وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اقض حوائج المحتاجين اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم سد خلل اللهم سد خلل اخواننا يا رب العالمين. اللهم سد حوائجهم يا رب العالمين. اللهم عجل لاخواننا برزق عاجل طيب مبارك يا رب العالمين. يسر لهم اسباب ارزاقهم يا رب العالمين واغلق عليهم من رحماتك وبركاتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا لشكر نعمك اللهم وفقنا لشكر نعمك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله.